لكن يا ويلنا إخواني، يا ويلنا، سلوا كتب التفسير، سلوا المفسرين، الله يقول بعبارة واضحة، لا نقول صحيحة، هذا القرآن، هذا تواتر طبقيا، لكن واضحة صريحة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تعرفون هذا المقطع بالذات ذهلت فيه العقول. أنا شخصيا لم أقع على كلمة واحدة لمفسر تستطيع أن تشفي الغليل أو العليل وتنقع إيه؟ الغليل أيها الإخوة. لماذا؟ ما سر هذا التعليل بهذه العبارة العجيبة؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بالعكس، هذا التعليل أشكل على طائفة من العلماء وقالوا هذا ليس بتعليل، واضح أنه تعليل. جهابذة على المفسرين فهموا أنه تعليل. الله يقول لا إكراه، وهذا نفي طبعا، لا إكراه، لأن لا التي للنهي أيها الإخوة هذه لها علاقة بالأفعال مش بالأسماء. إذا رأيت اسما هذه نافية قطعا، ليست ناهية، هذا خبر وهذا ليس إنشاء، لكن في معنى الإنشاء طبيعي يترتب عليه معنى إنشائي. لما الله يقول الحال والحقيقة، وهذا الخبر الإلهي حاك عن حالة تكوينية، الله خلق البشر وصاغهم هذه الصياغة على هذه الشاكلة، أن بواطنهم، أن قلوبهم حرة مستقلة لا يمكن أن تخضع. تعرفون ما هو أصعب من هذا؟ والله العظيم ما هو أصعب من هذا؟ أنك أنت نفسك، أنت لا تستطيع أن تسيطر على إيه؟ على باطنك. عجيب، هو يقودك أنت لا تقوده. هل تستطيع أن تتخذ قرارا بالحب؟ خلاص أنا أبغض هذا الإنسان وهو يبغضني ويلعنه ويلعنني، أيه سأضغط زر الآن قرار سأحبه، لا تستطيع. أريد أن أحبه، مصلحتي في محبة. تستطيع أن تنافقه، أن تتملقه، أن تداهنه، أن تداجيه مداجاة مداهاة تملق أيها الإخوة، لكن لا تستطيع أن تحبه حتى لو كانت مصلحتك وأمنك وحياتك ومستقبلك بين يديه، لا تستطيع. تستطيع أن تظهر له أنك تحبه، نفاق كذب هذا صحيح، لكن قلبك في الداخل لا يريد أن يحبه، أنت تريد أن تحبه، تقول أفضل أن يواطئ ظاهري باطني وأن أحبه حقا لكي أنجز وأحرز مصالحي، لا تستطيع. طب يا أخي شيء أنا لا أملكه من نفسي، أنت تملكه مني، يا أخي شيء عجيب يا أخي، أي سلطة تملكه مني؟ لا سلطة كهنوت ولا سياسة ولا سياف ولا جلاد ولا... هذه هي حكمة الله أيها الإخوة، حكمة الله في خلق هذا الإنسان ليكون خليفته في الأرض، هذا هو الإنسان. لكن الأديان والنظم والأيديولوجيات والأفكار والتنظيرات التي تسمح للبشر أن يسطو بعضهم بضمائر بعض وأن يكون رقيباً بعضهم على ضمائر بعض، هذه نظم لا إنسانية، فهي نظم طغيانية ضد الخطة الإلهية في الخلق. الله يقول بوضوح لا إكراه في الدين، هذا خبر في معنى النهي، في معنى النهي بلا شك، لكنه حاكٍ عن حالة تكوينية فطرية خلقية، هكذا صاغنا الله تبارك وتعالى. ثم علله عز من معلل فقال جل من قائل قد تبين الرشد من الغي، لأن الرشد واضح منماز، انماز الرشد افترق، انماز الرشد من الغي، هذا النور هذا الظلام، هذا شمال هذا يمين، ما في هذا حق هذا باطل، هذا ليل هذا نهار، واضح الأمور. طيب كيف يمكن أن تكون هذه الجملة الجليلة تعليلاً لخبر لا إكراه في الدين وبالتالي ما ترتب عليه من معنى إنشائي من تكليف؟ فلا تكرهوا أحداً، الله يقول إذا كنت خلقت الإنسان على هذه الشاكلة لا ينبغي لأحد ولا للنبي محمد لأنه ليس عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أنت مذكر فقط لكن لست بجبار، تقول لهم آمنوا أو أقتلكم، ادخلوا في ديني أو أذبحكم، قل له هذا فعل الجبابرة. وسبحان الله في آيات قرآنية كثيرة فعلا لم يفعل هذا إلا الجبابرة، إلا الطواغيت، رغم صحيح. من الذين ذبحوا وصلبوا في جذوع النخل؟ من الذين قتلوا؟ لا تعودن في ملتنا أو كذا، من؟ الطواغيت دائما، الكفار، أسلوب الإكراه والطغيان والاضطهاد دائما اصطنعه ومارسه الكفار والطواغيت. هل مارسه نبي واحد؟ مولانا جلال الدين الرومي رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول ما الأنبياء تعلمنا الحرية، وصدق. الأنبياء هم المعلمون الأوائل للحرية يا إخواني، الأنبياء هم الذين جرأوا الناس أسياداً وعبداناً على أن يقولوا للمجتمع، كل المجتمع،
لا لسنا معكم، أنتم غالطون مخطئون. عجيب. وذبحوا وشردوا وقتلوا الأنبياء وأتباعهم. لذلك يقول الرومي في المثنوي: من الأنبياء تعلمنا الحرية. هذا. لكن من الطواغيت تعلمنا الطغيان والعبودية. لكن هذا الطغيان والعبودية تلبس بلبوس ديني بعد ذلك عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، ولسنا بدعا في الأمم ومن الأمم. هنشوف ليه. أحدهم يكتب يقول: لا أكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. ليس تعليلا. لماذا يا مولانا؟ تعليل. الجهابذة قالوا، العباقر قالوا تعليل. قال: لو كان تعليلا فالعلة وصف ظاهر منضبط يدور معه الحكم وجودا وعدما، وهذا صحيح، هذا كلام الأصوليين. بصير معنى الكلام، بصير معنى الكلام إذا لم يتبين الرشد من الغي يجوز الإكراه، وهذا باطل. قال: لأن الرشد قد لا يتبين من الغي لطفل أو لمجنون أو لمن لم يسمع بالإسلام أصلا. قلنا له: وهؤلاء فعلا ليسوا مكلفين بالشرع، وهؤلاء فعلا لا تقوم عليهم حجة ولا تبلى معاذيرهم. من قال لك؟ ألزموا الحجة وبليت معاذيرهم. يا عجيب يا أخي، كلام غريب جدا. من قال لك هذا؟ لم يفهم وجه التعليل. طب ما هو وجه التعليل إخواني وأخواتي؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وجه التعليل كالآتي: والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكمة. إخواني، متى تختار أنت؟ متى تمارس حريتك ولا تشعر بأنك مكره، مضطر، ملزوز، ملجأ؟ متى؟ حين تختار، ولا اختيار إلا بين إيه؟ إلا بين الواضحات غير المشتبهات وغير الملتبسات، وإلا لا يكون اختيارا، يكون قمارا، يكون مغامرة ومقامرة. أقول لك: ها، سأرمي بالعملة النقش والطرة، اختار تحت طائلة إيه؟ قطع الرقبة إذا أخطأت. عجيب. هذا ليس اختياراً، لا أدري، هذا 50-50، هذا ما ممكن أقتل في أي لحظة، هذه مغامرة، مغامرة بحياتي. يقول لك: اختار. شو اختار؟ مش اختيار، هذا غير صحيح على فكرة. هذا من خطأ اللغة التي نبه عليها فيتكنشتاين، من أحسن من نبه على هذه الأخطاء. لا يقال لهذا اختيار، هذا ليس اختياراً. الاختيار بين النور والظلام، هديناه النجدين، بين اليمين والشمال، بين الليل والنهار، هكذا، هذا أو هذا. اختر، أمامك طريقان شتى، مستقيم وأعوج، كما قال ابن الروم: اختر إما المستقيم وإما الأعوج. هذا هو الاختيار. انتبهوا، إذا كانت الأمور ملتبسة، مشتبهة، متداخلة، لم يكن ثمة مجال للاختيار الحق. هذا ليس اختيارا، هذه مغامرة، مقامرة. الله ما كلفنا بهذا. فالله يقول: لا إكراه في الدين، بمعنى إيش؟ أمر الدين منبن على وقائم على الإذعان القلبي والتسليم الرضائي، الاقتناع الذاتي الباطني. لماذا يا الله؟ قال: لأنه قد تبين الرشد من الغي. أنا بعثت خليلي وحبيبي وختام أنبياء ورسلي بدين، هو دين البينة. كم مرة وصفه الله بأنه دين بين وكتاب مبين، دين البينة. وصفه أيضا بأنه نور وهدى، وهدى مستقيم في الحج. هذا 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 هو دين الهدى المستقيم، هو دين البينة، دين النور. والنبي سراج منير صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يقول: هذا دين إن مازى من كل البواطيل والأباطيل، كلها في وديان وهو في واد، كلها في جهات توزعتها الجهات وانفرد هو بخطة في جهة، قد تبين الرشد من الغي. انتهى خلاص. لذلك ليس هناك ثمة موجب للإكراه، بل المجال، مجال ماذا؟ مجال اختيار، والاختيار أسبابه قائمة. فإن أتاك أحد وقال لك: لا سأختار عنك، سيكون هذا تسلطا وطغيانا بغير مبرر. لماذا؟ أنا أستطيع أن أختار. فإذا اخترت الضلال والشر والظلام، فماذا؟ فأتحمل مسؤولية اختياري. لذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هكذا تعليل. وأي تعليل؟ تعليل من أروع وأروع ما يكون التعليل إخواني وأخواتي. لكن كما قلت لكم، الله يقول لا إكراه في الدين، وكما قلت لكم عودوا إلى كتب التفسير واستقروا ما فيها واستشيروا المفسرين. لن يقضى، لن يقضى عندكم العجب، عجب عاجب إخواني وأخواتي. منهم من أراح رأسه وأخذ الأمر كما نقول من قصيره وقال: لا نأخذ بهذه الآية، هذه الآية أنا سأقول لكم الحق باطلة
هتقول يا أخي اتق الله، اتق الله، والله والله هم قالوا هذا، قالوا باطلة. تقول لي متى قالوها؟ والله قالوها، كلهم قالوها، منسوخة. لكن انتبهوا، هذا تعبير فني، ها؟ تعبير تقني فني هذا، يسترون به حقيقة المعنى، على أنهم كلهم حين عرفوا وحدوا لنا النسخ قالوا النسخ هو إبطال حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. مضبوط، هذا هو النسخ عندكم، إبطال. لذلك خلينا نكون صريحين مع الحقيقة، نواجه الحقيقة كما هي من غير تقنيع، ونقول آيات منسوخة تعني ماذا؟ آيات ماذا؟ باطلة، مش باطلة تلاوتها، باطلة أحكامها، أحكامها باطلة. باطلة؟ طب الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا، مش هنخش موضوع النسخ، لكن هذه الحقيقة، قالوا باطلة. آية لا إكراه باطلة، نسختها آية السيف، نسختها آية السيف. والعجب العاجب إخواني وأخواتي أن آية السيف هذه لم تنسخ فقط آية لا إكراه في الدين، وآية لا إكراه في الدين لم تستبد ولم تتفرد وحدها بتقرير هذه القاعدة الدينية الكلية أن البشر أحرار في اختيار أي معتقداتهم ومنتحلاتهم، بل شاركتها في هذا مئات الآيات، من غير مبالغة أنا أقول لكم مئات الآيات، يعني أقل شيء 250 آية، أقل شيء، وقد تكون أكثر من هذا، إذن هي مئات الآيات. تعرفون ماذا قالوا؟ كلها باطلة. مش معقول، 200 آية كلها أنزلها الله ليبطلها بآية، ماذا حدث هذه يا أخي؟ أي دين هذا؟ أي تفسير؟ أي فقه؟ أمة تنظر للاضطهاد، تنظر للإكراه، تنظر لأصنام الطائفية لكي تكون طائفيا حتى النخاع، نحن فقط وطريقتنا طائفية حتى على مستوى الأمة، شيء مش معقول. بعضهم يستحي، المعاصرون يستحون لا يقولون هذا، المفضوحة هذه مفضوحة رائحتها فائحة، يقول لك هذا مخصوص، يخصصون العموم لأنه هذا أي نكرة في سياق النفي، لا إكراها في نفي وفي عنا نكرة، تعم كل ما يمكن أن يخطر على بالك من صور الإكراه. قالوا لا، هذا إكراه خاص بأهل الكتاب والمجوس، هذا إكراه خاص بكذا، هذا إكراه خصصوا زمانيا بعد أن استخلص الله بلاد العرب لرسول الله ودخلوا في الإسلام، فلا إكراه، قبل ذلك في إكراه. على كل حال بعضهم أول، أنا أحصيت لهم من وجوه التأويل 13 وجها، طبعا يضيق المقام ولا حاجة للمقام إلى ذكرها، 13 وجها في تأويل لفظة الإكراه ولفظة الدين، أول الدين مرتين وأول الإكراه في 11 مرة، والنتيجة إكراه في الدين. بل يتجاسر بعضهم، إمام كبير رحمة الله عليه وغفر الله لنا، يقول لا بلى. عجيب يا أخواني، عجيب هذه الجرأة على الله. لذلك أنا قلت لكم في خطبة الهداية المردودة، والآن هذه الهداية المردودة، القرآن هداية مردودة، ردت هذه الأمة، هداية مردودة وهداية مهدورة. الله يقول لا إكراه، وهو يقول هكذا هكذا، يقول بلى هناك إكراه، وهل يقوم الدين وينتشر وينتصر إلا بالإكراه؟ والله إمام، والله من أكبر الأمة، إمام متبوع أقسم بالله، شيء أنا قشعر بدني، يقشعر له البدن، وهم يتلون كلام الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله بماذا تجيب الله؟ بماذا ترجع اليوم لغم إذا قال لك يا عبدي أنا قلت لك لا إكراه وأتيتك بأدلة كثيرة على أن هذه قاعدة كلية لا تنقض؟ القواعد لا تنقض يا إخواني، كل ما شأنه شأن القواعد لا ينقض في دين الله، هذه قاعدة، هذه مش حكم شرعي عادي، قاعدة من القواعد. شاطب له كلام من أجود ما يكون في الموافقات أيها الإخوة، يتحدث فيه عن عدم منسوخية، عدم قابلية القواعد للنسخ، من أجمل ما يكون في زهاء 7 صفحات، لا تقبل أصولية، لا تقبل القاعدة أن تنقض، هذا خبط وخلط منهجي. وأنتم قلتم معاشر الفقهاء لكن ما المشكلة؟ لماذا فعلوا هذا؟ أنا أقول لك هذا مهم، هذا مطلوب للسلطة السياسية التي تريد أن تستنعج الناس، تحولهم إلى نعاج وأغنام، ومطلوب للسلطة الكهنوتية، لسلطة رجال الدين. تعرفون أنكش رأسي هكذا، أنكش فكري، أقول أين في كتاب الله أنه يجب أن نتبع العلماء وأن نرجع إليهم في كل شيء؟ طبعا لابد أن يكون علماء ومتخصصون، ما في مشكلة، قليل جدا جدا جدا. والأدلة التي يعولون عليها هي بمعزل عما ذهبوا إليه، قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنت، والله هذه الآية ليست فيهم، هذه الآية في أهل الكتاب وفي قضية الاعتقاد، واقرأوا السياق، قال لك فاسألوا أهل الذكر صار في العلماء والفقهاء، ليست فيهم، هذه في أهل الكتاب، والذكر هنا هو الكتاب الأول. انتبهوا، اقتطاع، جعل القرآن عضين،
قال لك لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليست فيهم. هذه في شأن دنيوي لا ديني، في شؤون مدنية، في الحرب والسلم، شؤون حربية وشؤون إيه؟ سلمية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذه قضايا كيف تعيش الناس في حروب، في مشاكل، فلان يريد أن يغزونا، الدولة الفلانية، صار خيانات، أشياء. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، في السلم أو الحرب، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. شوف، ما قالش إلى الله والرسول، لأنه هذه قضية دنيوية، هذه الله ما له علاقة بها. انتبه، شوف شوف دقة القرآن الكريم. وإلا كان يقول إيه؟ ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. ما قالش كده أبدا. من الحاكم كان؟ من السائس؟ رسول الله طبعا، يرد إليه، هو القائد الأعلى للدولة في السلم والحرب. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا القضية عسكرية، اسأل إيه القائد العسكري، لها علاقة إيه بالجيش؟ اسأل إيه العساكر. قضية مدنية، اسأل المسؤول، جامع الصدقات، المصدق، المسؤول عن أي شيء. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلموا هذا الأمر، جعلوها في الفقه والحلال والحرام. والآن نرى مؤسسات تفخر أيها الإخوة، تفخر تفخر بأنها بفضل الله في كذا وكذا سنة أصدرت كذا وكذا ألف فتوى. هذه ليست مفخرة، ليست مفخرة. وهذول كيف؟ مش مفخرة، أقول لكم مش مفخرة. الصحابة كانوا يفخرون أنهم ما سألوا رسول الله أسئلة طبعا خلدها القرآن الكريم إلا 12 مسألة، ويسألونك ويسألونك. ابن عباس قال هذا، قال ما سألناه إلا في 12 مسألة، يقال 13 مسألة في رواية فقط. تعرفون لماذا؟ أنا أقول لكم، خطة الله التشريعية، امضوا على هينتكم، كله مباح إلا ما رأيتم إيه إشارة إيه الحظر أمامكم، ستوب أحمر كبير قليل هذا. قل لا أجد فيما أوحي إلي وأحل لكم ما وراء ذلكم. هؤلاء المحرمات من النساء، ما وراء ذلك كله حلال. طريقة القرآن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا دين الله تبارك وتعالى، دين حرية، دين حرية، مش دين كهنوت يا إخواني. فقال لك امضي على طيتك، امضي على هينتك، إذا وجدت شرط ستوب توقف، سل التشريع. فيما عدا ذلك لا تكن مهوسا، لا تكن إيه مسكونا بهاجس التحريم، حرام حرام. الآن يا إخواني طريقة الفقهاء، نقول لكم وخاصة في العصر الأكبر هذا، طريقة الفقهاء جعلت للناس عقلية ومزاجا علميا معرفيا دينيا يقوم على ماذا؟ الأصل في كل شيء الحظر والتحريم. لذلك المسكين إذا أراد أن يلبس خاتمه نلبسه في هذا أو في هذا، شمال أو يمين، حلال ولا حرام؟ حلال يا أخي، هذه مسألة زينة، الله يخليه، كل على بعضها مسألة زينة، بتدخل فيها حلال وحرام؟ دين الله أعظم من هذا وأجل. قال لك السنة، قطع الله لسانك يا رجل، يا رجل هذه مسائل ترفيهية تكميلية، لا يمكن. مسألة حلال وحرام، مسألة حرام بالذات مسألة عظيمة غليظة في دين الله، كلمة حرام كلمة مخيفة جدا. هكذا النبي ما كان عنده الحق أن يحرم من تلقائه من لدني، ممنوع، وهو الرسول. والآيات على هذا بالعشرات أيضا، بس موضوع ثاني. الآن الناس ينطلقون بهذه العقلية، كل شيء محرم، لذلك لابد أن أستفتي في كل شيء، يستفتون المساكين. وطبعا هذه تحول إلى تجارة، والفون الفقهي، التلفون الفقهي، خذ يا بابا فلوسات ومليارات والله العظيم. وفضائيات بتشتغل 24 ساعة، 24 ساعة بتكلم في الدين والإفتاء وحلل وحرم ومشاكلك مش معقول. طبعا هذا هو التدين الشمولي الذي فهم الناس، على فكرة فكرة التدين الشمولي يعني يدس يده، مش هقول خشمه حاشا لله، يدس يده، هذا التدين يدس اصبعه في كل شؤون حياتك، في كل مهبه ودب. فكره بعيده جدا جدا من هدي القران الكريم. قال لك يا رجل الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يا اخي ليس القران، الله يخليك اقرا القران، الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء هو اللوح المحفوظ يا رجل، الله يخليك، ليس القران اللوح المحفوظ. وحتى ان قلنا هو القران، فالمقصود من شيء هنا عاد من شيء من شؤون التشريع، والتشريع القرآني قائم على مبدأ الاقتصاد، اقتصاد في التشريع واقتصاد في الاعتقاد كمان. هذا دين الله، بس بسيط وهين وجميل أيها الإخوة، يمكن أن يحاط به بسرعة، مش دين المؤسسة، مش دين المؤسسة. فهذا التدين الشمولي الذي يدس أصابعه في كل شيء من حياتك، أنا أقول لك لا يجد سناده ومبرره في كتاب الله، لكن يجد سناده بل أسندته في كلام من وسلوك من؟ الفقهاء المؤسسين، المؤسسات الفقهية الدينية، المؤسسات المعنوية طبعاً إيه؟ وحتى والمادية، بس المقصود هنا المعنى والمعنى الاجتماعي، هذا هو. لذلك يقول لك أصدرنا كذا وكذا فتوى، ألوف ألوف الفتاوى، لا نحتاجها،
لماذا كل هذا العدد الهائل المخيف من الفتاوى؟ لأن الحياة أصبحت إيه؟ حياة توقف. نحن نحب أي واحد فينا، كلنا تقريباً إيه، نقود السيارات، نحب أن نقود على الهاي واي، على الأوتوبان، على الخط السريع. ليش؟ ما فيش اسطوبات كثير، ما في، كل 150 كيلو تطلع لك اسطوبة تحويلة، ما في. نحب هذه السياقة داخل البلدة، تتعبنا جداً. على المسلمين ما فيش فيه هاي واي، كله أزقة، وقف توقف، توقفون وتوقفون في كل كورر، فيكم بدك تقف 50، ما فيه. ولذلك نحن إيه معتقلون، عندنا حالة جمود عقلي وجمود فكري وجمود فقهي، حالة اعتقال، حالة اعتقال، نخاف.